نستمر هنا بهذه التحية بإعداد وجبات الطعام للأسر النازحة والمتضررة من الحرب المستمرة على قطاع غزة. من هنا سنقوم بتجهيز وجبات طعام لمئات الأسر. من هنا نشكر تبرع كريم من مؤسسة وصلات، بارك الله فيهم، جزاهم كل خير على هذه التحية اليوم يوم الجمعة. سنقوم بتوزيع هذه الوجبات بعد قليل على الأسر المتضررة والنازحة من الحرب. بارك الله فيكم، جزاكم كل خير لوقوفكم مع إخوانكم هنا في قطاع غزة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.